أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نصل فيها وإياكم أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة أن برنامج الغذاء العالمي يصنف العراق ضمن 7 دول يعاني شعبها من الجوع. تصفح في الزمان حيث جاء فيها تخصيص الحكومة أراضٍ سكنية للقضاة والوزراء يثير موجة سخط شعبي. ونطالع في العربي الجديد، النزوح الداخلي مستمر في العراق بسبب الميليشيات والثأر العشائري. نتصفح في طيات الشرق الأوسط، الأمم المتحدة اجتماع اللجنة الدستورية السورية محبط للغاية. وجاء في القدس العربية، الجيش السوداني يعتبر إبعاد البرهان عن السيادي فتنة، ومناصروه يتوعدون بإسقاط الحكومة. موقع عربي 21 ينشر عون يعيد قانون الانتخابات المعدل لمجلس النواب وتوقعات بتأجيله. نقرأ في اندبندنت عربية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من توقف مراقبة أنشطة إيران النووية. أهلا بكم. ما سيكون هو نفسه ما كان، تلك حكمة وضعها مقاطع الانتخابات في العراق نصب أعينهم، وهي عبارة متشائمة تنطوي على قدر هائل من اليأس من إمكان التغيير بالطرق السلمية، أي من طريق الانتخابات. فاروق يوسف يقول في صحيفة النهار العربي إن المرأة لا يحتاج بعد ظهور نتائج تلك الانتخابات إلى أن يكون عرافاً لكي يتنبأ بما سيجلبه المستقبل القريب من أحداث على صعيد تداول السلطة بين الأحزاب والحاكمة. من المتوقع أن لا ينفرد طرف سياسي بتأليف الحكومة العراقية، ما حلم به الصدريون الذين نالوا الحصة الأكبر من مقاعد مجلس النواب لن يجد طريقه إلى الواقع، فالحكومة ستتألف من ممثلي الأحزاب نفسها، إضافة إلى مراعاة وجود حصة للميليشيات التي خسر مرشحوها بطريقة مذلة، بمعنى أن الرابحين والخاسرين سيكونون موجودين حول الطاولة نفسها، لكل واحد منهم استحقاقه المتفق عليه سلفا. أما الانتخابات فستذهب نتائجها إلى الأرشيف، كما حدث مع نتائج انتخابات عام 2010، يومها فازت الكتلة التي ترأسها إياد علاوي بأكثر من 90 مقعدا، غير أن مؤامرة الكتلة الأكبر كانت في انتظارها تحت قبة مجلس النواب، حين استطاع نور المالكي أن يجدد ولايته من خلال عقد تحالفات مع أحزاب أخرى ليشكل الكتلة الأكبر التي أيدت المحكمة الاتحادية حقها في تعيين رئيس للحكومة. وليس صعبا على المرء المتابع أن يستنتج أن النظام نجح في الحفاظ على بنيته من الداخل، بالرغم من أن النتائج لم ترضي زعماء الميليشيات. كان واضحا أن فوز الصدريين لا يعد انتصارا لطرف معارض، فالصدر هو واحد من أهم سدنة النظام السياسي القائم منذ عام 2003، كما أنه واحد من أهم رعاة الحرب الطائفية. الكاتب يرى أن الحكومة المقبلة التي ستكون خيارا توافقيا بين عدوين هي مجرد واجهة أخرى لعراق سينتظر 4 سنوات أخرى من أجل التغيير. يبدو إذن أيها السيدات والسادة أن بركان الانتخابات البرلمانية في العراق يأبى الهدوء والسكون رغم نهايتها قبل 2 أسبوع تقريبا، حيث إننا ما زلنا في مواجهة تداعيات نتائجها الأولية النهائية التي أعلنت السبت الماضي. جاسم الشمري يرى في موقع عربي 21 أن التطورات الميدانية سائرة بدهاليز متشعبة مظلمة ربما قاتلة.
مفوضية الانتخابات تصر على المضي قدما في نتائج الانتخابات على الرغم من اعتراضات الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من القوى السياسية والمالكة لفصائل الحشد، ومع أن الطعون التي قدمت للمفوضية تجاوزت 1400 طعن، إلا أن قوى الإطار التنسيقي قررت مواجهة النتائج بطرق سياسية وشعبية وإعلامية، وقد نزل المئات من أتباعها للشوارع في مدن بغداد والديوانية والبصرة والناصرية وبابل وغيرها. التطور الأوضح خلال الأيام الماضية تمثل بنصب خيام المتظاهرين وبداية اعتصامهم المفتوح عند أسوار المنطقة الخضراء التي تضم غالبية مؤسسات الدولة المهمة والسفارات الأجنبية ومن بينها السفارة الأمريكية. ما يجري في العراق الآن عبارة عن شوارع ملغمة ومحترقة وجماهير غاضبة ومسيرة من قوى تريد أن تبقى متغولة في الحكم ولا تفكر حتى مجرد تفكير بالتنازل عن السلطة أو القبول بالتراجع أو الهزيمة أو مغادرة المنظومة القيادية. التعامل الرسمي الهادئ والناعم مع الاعتصام المفتوح والمظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات يذكرنا بتعامل حكومة المالكي مع متظاهري المحافظات الست المنتفضة وحكومة عادل عبد المهدي مع شباب تشرين، حيث مورست بحق المتظاهرين حينها أساليب مليئة بالدم والقسوة والعنف والهمجية في مفارقة غريبة وغامضة في التعامل مع العراقيين. وبحسب الكاتب فإن التناحر المتنامي بين الفاعلين السياسيين الكبار يجعل رحلة تسمية رئيس الحكومة المقبلة ليست هينة وليست سهلة، وربما ستكون معضلة جديدة في بلاد لم تعرف الهدوء منذ 3 عقود متوالية. أدق ما يمكن أن توصف به النتائج التي جاءت بها الانتخابات في العراق مؤخراً التي جرت يوم 10 من الشهر الجاري أنها جاءت حافلة بالمفاجآت الصادمة. محمد السعيد إدريس يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أن نتائج الانتخابات ستدفع بالعراق نحو متاهة من المشاهد المستقبلية المراوغة المفعمة بالمخاطر. جاءت الانتخابات بنتائج صادمة أبرزها التفوق الكبير لكتلة الصدر مقابل التراجع المفجع لكتلة الفتح. إلى جانب هذه المفاجأة الصادمة صعد ائتلاف دولة القانون، وهذا يعني عودة جديدة لنور المالكي كي يفرض نفسه على رأس تكتل مناوئ لتيار الصدر، ومن ثم تشكيل الحكومة وعزل الصدر وتياره وتفريغ الانتخابات من نتائجها. هذا الاستنتاج يدعمه تأسيس ما يسمى بالإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تحالف النصر الذي أعلن رفضه القاطع لنتائج الانتخابات، ومن ثم أضحى أكثر تهيؤا لقبول التحالف مع المالكي نكاية بالصدر وبالكاظم المتهم من جانبهم بتزوير الانتخابات لمصلحة الأمريكيين. هذا يعني أن العراق في طريقه لأن يتجه من الصدمة إلى المتاهة، أي الأفق الغامض وربما المخيف لما بعد إعلان نتائج الانتخابات، حيث يرجح أن ينخرط العراق في متاهتين: متاهة إسقاط نتائج الانتخابات كما يهدد الخاسرون أو القبول بها كما يطمح الفائزون، ومتاهة تشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلف بالتالي بتشكيل الحكومة. المتاهتان تهددان العراق بالفوضى وعدم الاستقرار، فالسلاح في يد الخاسرين، والعداء الشديد لهؤلاء الخاسرين قد يدفعهم لخوض صراع مرير حول تشكيل الحكومة. الكاتب يضيف أن مثل هذا الصراع يفتح أمام العراق مشهدين كل منهما أسوأ من الآخر بالنسبة لطموحات الإصلاح والتغيير، إما نجاح المالكي في تشكيل الكتلة الكبرى ومن ثم تشكيل الحكومة، وإما اضطرار مقتدى الصدر للدخول في تحالف موسع مع هؤلاء لتشكيل الحكومة، وفي الحالتين
سيكون الإصلاح ومعه العراق والعراقيون هم الخاسر الأكبر. نشر صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً عن قيام نظام بشار الأسد باستنزاف ملايين المساعدات من خلال التلاعب بقيمة العملة السورية. ويستشهد التقرير بدراسة كشفت استحواذ الحكومة السورية على نصف المساعدات عام 2020 عن طريق إجبار منظمات الأمم المتحدة على التعامل بسعر صرف منخفض. يبدأ التقرير بإشارة إلى أن البنك المركزي السوري الذي يخضع لعقوبات من جانب بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استحوذ بالفعل على نحو 60 مليون دولار في عام 2020 عن طريق جمع 51 سنتا من كل دولار مساعدات أرسل إلى سوريا، ما جعل عقود الأمم المتحدة أحد أكبر الموارد بالنسبة للرئيس بشار الأسد وحكومته. وفقا لباحثين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، واستطاع الباحثون تحليل مئات العقود الخاصة بالأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات لأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا. وخلص الباحثون إلى أن دمشق التي تعاني من ضائقة مالية متزايدة تعتمد على أساليب غير تقليدية لجمع الأموال بعد تعرضها لعقوبات أمريكية جديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور. ويشير التقرير إلى أنه في حين تحسن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هذا العام بواقع 2500 ليرة سورية للدولار، وصل سعر السوق السوداء إلى 3500 ليرة. ومنذ أن أجبرت الحكومة السورية الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، ضاعت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020، عندما كانت الأسعار متباينة بشكل كبير بعد استبدالها بالسعر الرسمي المنخفض. يشير التقرير إلى أنه بناء على فحص الباحثين، 779 عملية شراء متاح علناً خلال عامي 2019 و2020 رصدوا نحو 100 مليون دولار ضاعت في سعر الصرف وفي حالة تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يعلن عنها حتى اللحظة، فقد يجني البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات. رغم كل المساعي الفرنسية ومبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، تعذر تشكيل حكومة في لبنان لمدة 13 شهرا، كما تعذر كذلك القيام بتحقيق قضائي مسؤول جاد في انفجار مرفأ بيروت الذي دمر العاصمة وجرح روح لبنان. راجح الخوري يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن الدولة اللبنانية تبدو أشبه بحطام سياسي متهالك يوازي في انهياره وتداعياته ذلك الحطام الأسطوري المأساوي الذي ينتصب دمارا مخيفا في إهراءات مرفأ بيروت. عندما شكل ميقات حكومته قبل أسابيع قليلة، ذهب به التفاؤل الحماسي إلى حد تسميتها حكومة معا للإنقاذ، بينما كانت المناكفات السياسية والحزبية عابقة بالخلافات وأيضا برائحة المازوت الإيراني الذي يستجلبه حزب الله، تأكيدا عمليا في نظر الكثيرين للقول إنه هو من بات يقرر في المازوت كما في السياسة والسلطة. على خلفية هذا الواقع المؤسف، كان عقل الدولة المحطمة في مكان، وكانت المعالم المتصاعدة للانفجار الذي يتهدد الآن بإعادة لبنان إلى الفتنة الأهلية في مكان آخر. وهكذا بعدما دعا حزب الله صراحة وعلنا إلى إقالة طارق بيطار القاضي العدلي المكلف بالتحقيق في جريمة المرفأ، دعا إلى تنظيم مسيرة اعتجاجية إلى أمام قصر العدل، تحول قسم منها محاولة لاقتحام منطقة عين الرمانة، فكانت أحداث الخميس الدامية والمؤسفة في منطقة التحويطة ومحيطها
بعد خطاب حسن نصر الله يوم الثلاثاء الماضي. باتت الدولة الهشيم أمام معادلات جديدة وخطرة. ما لا يصدق أن نصر الله قال إنه هو الذي حمى ويحمي لبنان والمسيحيين في لبنان، ولكأن تاريخ لبنان ومسيحيه من النسيان أو من الذعر، خصوصا عندما لوح بأنه يملك جيشا من 100,000 مقاتل في محاولة لا تثير الذعر بمقدار ما تثير التساؤل. دولة النعامة، الكاتب يتساءل كيف لدولة النعامة هذه والحطام أن تصدق أن صندوق النقد الدولي والدول المانحة ستقدم الدعم والمساعدة لبلد يراد لسلطة القضاء فيه أن تصبح قضاء وقدرا، وأنها عند أوامر حزب الله الذي يلوح بمئة ألف جندي ويقول بين مزدوجين اقعدوا عاقلي، فيسمعه الجميع قوات لبنانية، مسيحيين، مسلمين، جيشا وقوى أمنية ودولا مانحة أيضا. تقدم رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء التظاهرات المطالبة بحماية الثورة، وذلك في رد على مظاهرات أخرى بدأت في 16 من تشرين أول تطالب بحل الحكومة. صحيفة القدس العربي ترى أنه رغم هذه الشعارات العامة فالواقع الملموس يقول إن السبب الرئيس الكامن وراء هذه التظاهرات المتواجهة هو منع تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين كما كان متفقا عليه في الوثيقة الدستورية. مظاهرات 16 من تشرين أول كانت إعلانا واضحا عن امتلاك العسكر للمبادرة والقدرة على إظهار تفكك في المعسكر المدنيين، وذلك عبر وضع بعض المنشقين على قوى الحرية والتغيير في شكل الداعي للتظاهرات والاعتصامات، فيما تكفل العسكر من وراء الكواليس بتقديم الدعم المالي لتلك الفعاليات وتأمين عمليات نقل أعداد من المواطنين الأقاليم إلى خيام الاعتصام، رغم المماحكات والتنافس الغامض بين القطبين العسكريين الأكبرين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو حمدتي رئيس وحدات الدعم السريع. فقد حافظ العسكر مضطرين على تماسك تساهم فيه عوامل عديدة يقف على رأسها طبعا الحفاظ على المصالح والامتيازات التي راكموها، إضافة إلى أن تسليم الرئاسة للمدنيين يحمل في طياته إمكانية محاسبة العسكر على قضايا كثيرة، منها مسؤوليتهم عن الجرائم التي حصلت خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة عام 2019، كما أن وصول حكم مدني فعلا إلى امتلاك السلطات العامة بما فيها التحكم بالجيش والشرطة والمخابرات يمكن أن يؤدي إلى فتح أبواب أخرى كثيرة، تبدأ بقضايا الاقتصاد والفساد والذهب وشركات الجيش، وقد تصل إلى مسؤولية البرهان وحمدتي عن تجاوز المنظومة السياسية السودانية في قضايا كالاتصال المباشر والتنسيق مع إسرائيل. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه لا يخفى على السودانيين ولا على أحد أن العسكر تائقون لعودة الحكم الدكتاتوري، لكن هذا سيعني عودة السودان إلى العقوبات السياسية والاقتصادية وإلى أشباح المخابرات والاعتقال والتعذيب وإلى الحكم المطلق الذي سبق له أن قسم البلاد في وقت سابق وارتكب المجازر وأدخل السودان الطيب في دائرة مغلقة من الفساد والإجرام والعقوبات والفقر والتفكك. بعيداً عن السياسة، أضحى الطفل العراقي زين علي سلمان أصغر موهبة تنتقل إلى مركز تكوين نادي أرسنال الإنجليزي بعدما قرر النادي اللندني ضمه ليلعب إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين يفوقونه سناً وبنية جسدية. ويبلغ زين الذي يوصف بالطفل المعجزة 5 سنوات الآن، لكن أرسنال اقتنصه عندما كان في سن الرابعة. وبحسب ما نقل صحيفة ذا صن البريطانية عن مسؤول في النادي، يستمتع زين
حالياً بجلسات كرة قدم في مركز تطوير غرب لندن، على اعتبار أن أصغر فئة عمرية في أكاديمية أرسنال هي فئة أقل من 9 سنوات. ونشرت شبكة بي بي سي البريطانية تقريراً سلط الضوء على اللاعب المعجزة ونجاحه في لفت انتباه كشاف مواهب الفئات السنية لنادي أرسنال، الذي أصر على استخدامه وهو في سن 5 من العمر. كذلك قرار ترقيته ليشارك في مباريات أطفال يفوقونه سناً. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.